يخوف الناس. حلو وشاطر يعني. ده وقت اخطر سؤال. تعرف تقرا ولا ايه ظروفك؟ اخطر سؤال بعد موت الله يرحمه. الله هي دي ذكرى من الذكريات. ممكن ترى السؤال؟ نرحم السادة. نرحم. فكنا تافهين وكويسين، بتعملي فينا كده ليه؟ الله يرحمه. بعد موت أحمد زكي أنا مش عارفة هيثم ابنه. انا ما كنتش بسيب الوعد، كنت بكلمه كتير بس هو بعيد عني، كان في اكتوبر وانا في المعادي. هيثم؟ اه الله يرحمه. بس في الاخر تقريبا كنا كل يوم بنتكلم، ولو كان في مشكله حد مزعله يعني كان بيكلمني اقول له ما تخافش بقى اتعذر معاك. انا كنت بشيله على كتفي وهو صغير، وفي الأربع أيام اللي كان بيبقى مع أبوه كنت بروح لهم إسكندرية، وأستاذ أحمد يبقى نايم أنزل مع البسين و... الله يرحمه. تيبا الله يرحمك يا أستاذ أحمد. هو كان مريض؟ لا هو كان طبيعي وكويس. هو هو كان كنا بنتكلم إن إحنا هنعمل الجزء الثالث من كابوريا، وأنا المفروض صاحب أبوه وكان شاب بيكتبه اسلان. طب ممكن اقرا السؤال انا بعد اذنك؟ الله يرحمه بقى، انت ليه كده عملت فيا كده؟ اخطر سؤال بعد موت احمد زكي، هيثم ابنه بقى لوحده، كان مفروض حكم العشره تكون اول واحد في ظهره. مات هيثم وحيد والناس اتهموك انك قصرت في حق ابن الغالي. لا ما قصرتش في حقه خالص، كلمه على طول. ندمان انك ما صنتش عشرة احمد زكي؟ لا ما كنتش بقى يعني بقصر معاه خالص. هو كان بيتشغل وهو صغير وبيلعب وبيعمل وفي سن تاني ويمثل، وكنت بروح له التصوير ازوره وهو مع الاستاذ عادل امام، ولو اي حد كان زعله بيكلمني ولازم اهديه واروح له يعني، ما كنتش بسيبه خالص. هو بس الفتره الاخيره دي لما كنا هنعمل الجزء التاني فيلم هو كان بيتمرن في زايد، ف تقريبا تاثيرا بالحاجات اللي كانوا بيديها له المدربين عشان عايز يعمل في فتره قصيره. انا اقول له اسمع كلامي، انا اعمل كلام ما اعرفش، ما قاليش، ما سالنيش في الحكايه، بس لكن انا عمري ما قصرت. احمد زكي توفاه الله عشان كان بياخد الحاجات اللي قبل الجيم والبروتينات والمشروبات اللي بياخدوها الشباب، السبب الحقيقي، بس دي كانت جزء. دي حاجه خطيره قوي، في شباب كتير بتعمل كده. مش عارفين يعني، انا جسمي اهو، انا عندي كام سنه؟ انا فوق ال 50 ما شاء الله، وجسمي زي ما هو، والعضلات دي عشان عملتها في سنين طويله تعيش معايا سنين طويله. اللي بيتعمل في 3 شهور بيروح في 3 شهور غلط، وغلى الانزيمات بتاعت الكب والقلب ودقات يعني السيستم اللي ربنا خلقه، لما بتتدخل فيه وتقعد تحط له حاجات تشغل غدد ازيد من اللازم وتخلي غدد تسكت بتبقى فيها خطوره بعدين، ولو ما بنتش بسرعه بتبان بعد، وليها تاثير كبير يعني، خصوصا مع اللي مش محترفين. يعني في ابطال محترفين بس بياخدوا مكملات غذائيه دي مباحه،
الواحد بيعمل مجهود زي اي حد من ابطال العالم كمال. ايوه وشحات اكل ايه هيكفيه ده، وفي نفس الوقت مرتبط بليميت بوزن، عشان 10 جرام مش هيخلوه يطلع على الستيج، ما انا ملاكم وعارف. فبياخد مكملات غذائيه كتير، لكن الحاجات اللي بتنشط دي بقى غلط جدا، يعني خطر يعني على الناس. تحب تحتفظ بالسؤال ده؟ طبعا، بس ان انت دخلتيني في حاجه تاني. الله يرحمك. لا بس انا يعني تحب نطلع في ظهره على طول، في ظهره، واي حد كان بيكلمه كنت بكلمه. طيب دايما نطلع فاصل عشان تهدى. انا اسفه ان انا ضايقتك. طلعونا فاصل يا جماعه بعد اذنك. معلش كلنا لها.